السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد عند شي نادية. كما راكم تشوفوا غادي تشوفوا واحد الطريقة ما شاء الله في تحضير وصفة لي بات مع واحد الطريقة عجبتني أنايا ودايما نديرها. اقعدوا معايا، فرجة ممتعة. شوفوا، واحد زوج ثلاثة، regardez gourgettes, des rondelles, regarde tarte mandar chahi دراري اولاد اللي ما ياكلوش هاد الخضروات كيما هكا، ماذا بكم ندخلوها لهم في مع دي بات. الوغ شهية طيبة، ما رأيكم؟ والله ما شاء الله، مع لاصوص كيما تبغوا نتوما. انا الاولى قليت البصل ودرت عليها زوج حبات طوماط كيما راكم تشوفوها كاريت بير كبيره، وقليت غير شويه ما دبلت برك البصل، ومن بعد درت لادي كورجيت هكا دي غونديل كانوا عندي هنايا في الفريجيدير صافي لوندا. انا قلت نطيبهم لي مالا، ولي با طيبتهم على جهه وصفيتهم. ايوا دروك راني كيما راكم تشوفوا هكا وجدتها وصفه ولا اروع. سيوها لوليداتكم ما غاديش تندموا، ونطبعوا ونحطها بالاخير، نزيد عليها شي زيت زيتون والفرماج اللي يبغي. والله ما شاء الله، دائما في اخر لحظه نقول والله نصور ونبارطاجيها مع متتبعاتي ومتتبعين شي ناديه. الوغ كما راكم تشوفوا اسهل طبق صحي ولذيذ نجمو نقدموه لوليداتنا، راهم في موسم الامتحانات، ربي ينجحهم ان شاء الله. هذه هي على فكره لي بات، لازم نخلوه ما نخلوش يطيب بزاف نص طياب هكا، باسكو هنايا كما ما تعرفوا بلي الكورجات خضره ماهيش مثلا، ولا كما دروك هكا راهي بريسك طايبه. هي ماذا بكم نخلو كيما هكا الكورجات والجزر، نخلوها نص طياب. هذا مكان نجيب ندير شي زيت زيتون كلمسة اختيارية في الأخير، شهية طيبة. توجور الويل دوليف ما يخطينيش. ثم تاني غير سمحوا لي برك ما وريت لكمش في البدايه اش كي درت الكورجيت الطوماط، هي نعاود في الاعاده افاده. جبت هاد المقله الكبيره ودرت فيها شويه زيت وقليت شويه بصل والطوماط، ومن بعد درت الكوجيت دي غوندير هكا دبلتهم غير حاجه قليله، ماشي شرط يتقل هذاك البصل والطوماط والكوجيت. وفرغت عليها لي بات، لي بات كنت مطيبتهم من نص طياب. هذا ما كان، هذه هي وصفتي. ما ننساش نروح نجيب ورقه تاع الرند، خليها هكا تعطي غير شويه دوق. وين انا نسيت ما قليتوش في البدايه مع لاصوص. هذا ممكن ونطفي عليها وتكون جاهزه ان شاء الله، نوريها لكم في صحن التقديم. ما تنساونيش اعجاب للفيديو ومشاركته مع الاهل والاحباب لتعم الفائده، وصحتكم وراحتكم. نتلاقاو بعد حين في صحن التقديم. هذه هي وجبتي، وجبة أولادي المفضلة، بريسك شاك سواغ
ندير لهم ونرافقها مع شوية سلطة حسب الرغبة، طومات، كونكومبر، شوية أبصل. هذه هي، إن شاء الله يعجبكم الفيديو وتعجبكم فكرتي تاع اليوم. شاهدكم في الجنة، نتلاقاو في فيديو آخر بحول الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.